قبل القمة الأوروبية أو المجلس الأوروبي في الأسبوع القادم، لأننا بلدان مؤسسة لدينا مسؤولية. تبادلنا الرأي حول الوضع في بلدينا ورغبتنا في التغيير أو في التغيير الاقتصادي والاجتماعي في الشهور القادمة، وهذا البرنامج وهذه الإصلاحات تقرب بيننا وبلدينا اللذين يواجهان تحديات متشابهة اقتصادية، ونريد أن نجعل اقتصادنا أكثر جاذبية. وبالرغم من اختلاف ثقافتينا و توازناتنا السياسية، يمكننا أن نعمل معا، وهناك إصلاح العمل من قبل الحكومة ويهدف إلى تقريب النظم في بلد ثقافته هي ثقافة تنافسية ولكن توازن اجتماعي، وتمكن من تحقيق إصلاحات في مجال التشغيل والتنمية، وهي مراجع نأخذها بعين الاعتبار في الإصلاحات التي نود القيام بها. قررنا أن نعمل بشكل أكثر كثافة وأن نتقدم معا، وعلاقاتنا قوية ونود أن نزيد من دعمها، وأن ننظر برنامج أوروبا التي تحمينا التي تحدثنا عنها منذ أسابيع. قمنا بحملات انتخابية صعبة، واجهنا فيها القوميات والتناقضات، ورأينا أن شعبينا بدأ يشكان في أوروبا والاتحاد الأوروبي، وهناك بعض الممارسات البيروقراطية وينبغي أن نغيرها. إذن هذا النظام الأوروبي والوحدة الأوروبية التي تحمي الشعوب والبلدان. سوف أشكر دعم هولندا. لم نقبل حلا بديلا لم يكن مقنعا، ونريد أن نصل إلى اتفاق نتوقف فيه عن ممارسات الغير اجتماعية في أوروبا، وأن نجازي العمال، وليس هناك عمالا أقل تكلفة في بعض البلدان وبلدان أخرى. إذن سوف نحاول التوصل إلى حل متوازن في أوروبا الشرقية بشكل خاص، حتى نحقق أوروبا التي تحمي في مجال الهجرة وحق اللجوء، ونريد أن يكون أكثر فاعلية في مجال الهجرة حتى ننسق بين قوانين الهجرة في البلدان المختلفة التي يأتي منها المهاجرون والبلدان المقصودة. عبرنا عن إرادتنا في أن ننسق جهودنا بالنسبة للبريكسيت أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأن نحدد أهدافنا المشتركة، وهذا يعود إلى مسؤولياتنا. أود أن أعبر أيضا عن امتناني لجهود هولندا في العمليات الخارجية. أنتم حاضرون إلى جانبنا وندافع عن أمننا، ناقشنا هذه المسائل وسنناقشها في المجلس الأوروبي القادم، وأنا أفكر بشكل خاص في حضوركم في مالي. وهولندا تعمل جهود فرنسا في إرساء أسس الاستقرار والسلام في بلدان إفريقية. آخر نقطة، اتخذنا قرارا مهما سيتم تنفيذه في 31 أوت، فنذهب معا إلى مباراة كرة القدم، ووجدنا نقاط اتفاق، وسنبني هذا الاتفاق، لكن يوم 31 لمدة 90 دقيقة سوف يكون هناك خلافات بيننا، لكن سنفعل ذلك في جو من الصداقة والحماس،
ونحن نعرف أنه فيما وراء مباراة كرة القدم بين هولندا وفرنسا سوف نتناقش أيضا في النقاط التي أشرت إليها، وسيكون ذلك الطموح المشترك لبلدينا ولأوروبا بهذه الصيغة التي أخذتها من لغتكم، وسوف أحافظ أو سوف أستمر. شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا بأنك بعد وصولك إلى الحكم مباشرة، أنا أعجبت بالحملة الانتخابية والنجاح الذي حققته، ويعد بمستقبل تتم فيه إصلاحات، وتبادلنا الكثير من المعلومات والأفكار حول اقتصاداتنا لحماية مواطنينا ليكون هناك المزيد من الوظائف ومن النمو الاقتصادي، وما يعنيه ذلك أن نكون معا نؤسس، نحن عضوان مؤسسان في الاتحاد الأوروبي، وتناقشنا فيما ممكن أن نقوم به لحماية الشعوب في الوقت نفسه، إيجاد التنمية في نفس الوقت في جميع أنحاء أوروبا. بلدانا لدينا علاقات ثنائية قوية تعود إلى مئات السنين، نحن من البلدان الستة المؤسسة للاتحاد الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، ونحن كان هناك زيارات في أعلى المستويات بين بلدينا، وقد كان نقاش بناء بيننا في السياسة وكيف يمكن أن نشرك المجتمعات المحلية في البلدين، وكيف ندعم التغيير الإيجابي في المجتمع. نفس الشيء في الاتحاد الأوروبي، هناك كلام عملي حول بريكسيت، يعني أن نحمي مواطنينا من الانعكاسات الاقتصادية، وكيف يمكن أن نعمل بشكل تطبيقي بيننا. نعم، نحن نعمل معا في مالي وفي أماكن أخرى في العالم لتعزيز الاستقرار، وهناك عمل قيادي في مكافحة ومحاربة تنظيم الدولة في سوريا والعراق، ونحن سعداء بأن نبذل المزيد من الجهود في مستقبل قريب. مرة أخرى، أعتقد أن انتخاب الرئيس ماكرون فرصة رائعة لكي نعمق هذه العلاقات الثنائية، ولكي نساعد بعضنا بعضا لإيجاد مجتمعات واقتصادات مزدهرة. مرة أخرى أود أن أشكرك على تخصيص وقتك لي، أعرف أنك مشغول جدا وأثمن ذلك، وأتطلع إلى 31 أغسطس ستكون مباراتان سوف نتقاتل معا دون أن بدلا نتعاون معا، لكن طبعا بروح رياضية. شكرا جزيلا.